اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما قلنا دي تاني محاضره في Volume Changes، وكنا في المحاضره اللي فاتت ناقشنا ان جنرال كده معنى كلمه Volume Changes او السترينز اللي بتنشا في الخرسانه، وعرفنا ان هما سترينز كتيره غير السترين الوحيد اللي انت كنت تعرفه اللي هو بيجي نتيجه الابلكيشن اوف لود، وده اتفقنا خلاص من المره اللي فاتت ده بيحصل في الهاردند كونكريت، يعني واسمه لاستيك سترين او انستنتينيوس سترين او انيشال سترين، وده مرتبط دايما بالستريس. في ستريس فبيتولد هذا السترين، شلنا الستريس بيتشال هذا السترين او بيرجع الاليمنت الخرساني لوضعه الاصلي، وده عشان يحصل كان لازم يحصل في الهاردند كونكريت. انما اتعلمنا من المحاضره اللي فاتت ان في سترينز بتحصل في الفريش كونكريت حتى اول ما نصب الخرسانه، زي البلاستيك شرينكج او الانكماش اللدن. هو انكماش، يعني خد بالك اللي احنا بنتكلم فيه اول واحد النهارده هنتكلم فيه في محاضره النهارده الاوتوجينيس شرينكج، ده انكماش مختلف على البلاستيك شرينكج اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. فالبلاستيك شرينكج هو انكماش ولكنه بيحدث في الخرسانه وهي في حاله البلاستيك، عشان كده سميناه بلاستيك شرينكج، وهو بيحدث due to a rapid loss of water او of any water بقى of mixing water، لان الخرسانه ما هي فريش فالميه اللي فيها هي الميكسنج ووتر. بعكس لما انا سالتكم المره اللي فاتت قلت لك لو انت قاعد دلوقتي في قاعه او في الشقه وباصص لاي عمود خرساني حواليك وسالت سؤال هل في ميه دلوقتي ولا لا، فانتوا جاوبتوا قلتوا اه في ميه، وقلتوا ان دي الميه المويشر كونتنت اللي موجوده جوه العمود. دي طبعا مويشر كونتنت، دي بتيجي من الرطوبه اللي في الجو وبتخش او بتخرج على حسب الفرق بين رطوبه الجو والرطوبه اللي جوه الخرسانه. فدي مويشر كونتنت، يعني ميه عباره عن نسبه رطوبه. اما البلاستيك شرينكج هو بيحصل نتيجه خروج اني ميه بقى، مش مويشر كونتنت خالص، دي الميكسنج ووتر اللي انا حاططها بايدي على الاسمنت وعلى السن عشان اعمل الخرسانه. انا بس بقى ايه بحاول ايه كل ما الاقي فرصه ادوس على اكسبريشنز كده توضح لك مدى الدقه وانت بتناقش اي بارامتر تبقى بتفرق بينه وبين، عشان ما تبقاش الامور كلها ملتبسه مع بعضها. فالبلاستيك شرينكج هو شرينكج بيحصل في الخرسانه الفريش ديو تو رابيد لوس اوف ميكسنج ووتر. معايا؟ شفنا برضو فوليوم تشينج اخر بيحصل في الفريش كونكريت اللي هو البلاستيك سيتلمنت، اللي هو هبوط الخرسانه جوه الشده الخشبيه، وده زي ما اتفقنا قيمته بتبقى كبيره او صغيره على حسب الكومباكشن اللي احنا بنكون مدينه او الدمك اللي احنا بنكون مدينه للخرسانه. وكل ما زود الكومباكشن وانا بصب الخرسانه وبصنعها كل ما كانت قيمه البلاستيك سيتلمنت بتقل. وطبعا سميناه بلاستيك سيتلمنت لانه سيتلمنت يعني هبوط بيحصل في الخرسانه الفريش او البلاستيك. طبعا فرق السماء والارض، برضو بنتهز الفرصه ما بين كلمه بلاستيك سيتلمنت وديفرنشال سيتلمنت اللي انت مثلا ممكن تكون سمعتها او هتسمعها في السويل او في اي ماده اخرى. الديفرنشال سيتلمنت ده سيتلمنت او هبوط ديفرنشال يعني نسبي، يعني مش قد بعضه، وبيحصل في الـ في الـ في الهاردند كونكريت او في الاستراكشر وهو اثناء الاستخدام او بعد ما اتبنى الاستراكشر ده. وبالتبعيه ابص الاقي التربه تحت قاعده هبطت اكتر من تحت قاعده ثانيه، فيحصل هنا ايه حاجه بنسميها ديفرنشال سيتلمنت. اللي يتعصر فيها الديفرنشال سيتلمنت دي البيمز اللي رابطه ما بين الاعمده اللي حصل ما بينهم ديفرنشال سيتلمنت، عمود ينزل وعمود لا، او عمود يطلع وعمود لا، فلاقي البيمز اللي رابطه ما بين الاعمده تتعصر، يجي لها شير ستريسز عاليه جدا
نتيجة الديفرنشال سيتلمنت ده. طبعا ده اسمه ديفرنشال سيتلمنت، بفرق ولازم تفرق منه بقوة ما بينه وما بين البلاستيك سيتلمنت اللي كنا فيه الأسبوع المحاضرة اللي فاتت، اللي هو سيتلمنت في الخرسانة الفريش وبيحصل جوه الشدة، وقلنا ان قيمته من الممكن تبقى كبيرة، يعني ممكن تبص تلاقي الخرسانة مثلا صبت بلاطة سمكها 10 سنتي، لما حصل لها بلاستيك سيتلمنت بقى السمك بتاعها 9 سنتي. طب يبقى هنا قيمة السيتلمنت اللي حصلت، قيمة الديفورميشن، قيمة الديفورميشن قد ايه؟ حد يرد عليا كده، بلاطة سمكها 10 سنتي هبطت جوه الشدة وبقى سمك البلاطة 9 سنتي، يبقى الديفورميشن اللي حصل هنا قيمتها قد ايه؟ بالسترين بتاعه هيبقى 1/10. ده الاسترين يا ابرام، يبقى الاسترين فعلا 1/10 اللي هي 0.1. شايفين 0.1 ده رقم كبير جدا، اكتر من الالتيميت سترين اللي بيحصل في الخرسانه. طبعا انا لما سالت السؤال ما قلتش سترين، انا بقول ديفورميشن، فكنت منتظر منكم تجاوبوا تقولوا الديفورميشن 1 سنتي، انما ابرام على طول جاوب على السؤال الثاني اللي انا كنت عاوز اساله على طول، بشكره، اللي هو طب يبقى السترين قد ايه بقى؟ فتقول لي يبقى 1/ الاصلي اللي هو 10، يبقى 0.1 او 1/10، وده رقم كبير جدا. اذا البلاستيك سيتلمنت قيمته ممكن تبقى كبيره جدا وبتعدي الالتيميت سترين بتاع الخرسانه. طب هل هذه القيمه الكبيره إذا كانت الخرسانة بتتكسر على 0.003، طب لما يحصل فيها 0.1 تنهار يتولد فيها ستريسز يسبب انهيار ولا لا؟ طبعا إجابة السؤال ده كانت موجودة في المحاضرة الأولانية، فمش عارف حد خد باله من إجابة السؤال ده، يعني هل قيمة البلاستيك سيتلمنت الكبيرة دي الستريس اللي بتولده جوه الخرسانة ستريسز عالية ولا منخفضة ولا مفيش ستريس ولا ايه؟ هو المفروض الخرسانة بتبقى في حالة، يعني هي بتكون لسه فريش كونكريت، فبالتالي بيكون في ستريسز قليلة اساسا اللي بتولد السترين الكبيرة دي، فبالتالي مش هتتأثر قوي. على اشكرك يا احمد انك جاوبت، رغم ان واضح من الاجابة ان انت يمكن ما خدتش الاجابة من المحاضرة الاولانية، انما تفكير جميل جدا انك انت تجتهد وتوصل لدي. هو مش استرس تبقى قليلة او مش كبيرة، اساسا ما ينفعش يتولد في الفريش كونكريت استرسز، يعني خرسانة ملهاش اساسا ملهاش مصرف السيستي لسه، ملهاش ريجيديتي، وانت عارف ان الاستريسز مرتبطة بالريجيديتي، مرتبطة بالسترينز، بالمعادلة بتاعت E بيساوي F على إبسلون. طب إذا كانت الخرسانة ملهاش E يبقى الاستريسز اللي بتيجي رغم ان الاسترينز كبيرة جدا، يعني الإبسلون في المقام كبيرة 0.1، ولكن لان الE بزيرو يبقى الF بزيرو. وده سؤال دايما انا بحب اساله، قول لي الاسترسز اللي بتتولد من البلاستيك سيتلمنت في الخرسانه ايه؟ تقول لي نو ستريسز، مفيش ستريسز ينفع تتولد، مش كده؟ طيب هو السؤال الثاني اللي انا ما رضيتش اساله المحاضره اللي فاتت لما كنت عرفت ان انتوا مش يعني بعضكم بس اللي كان اتفرج على المحاضره، هسأل سؤال تاني. فاكرين المثال اللي قلناه في آخر المحاضرة أو في نصها كده عن الإلاستيك، الأستيك اللي بنمسكه نشده وكان طوله 10 سنتي بقى طوله 30 سنتي، وأنا سألت سؤال وأنتوا جاوبتوا على ما أعتقد كان إبرام اللي جاوب، أو يمكن تقريبا بشمهندس نوران أو حاجة، مش فاكر مين اللي جاوب على السؤال ده. لما قلت لكم قيمة الديفورميشن ايه؟ فقلتوا الديفورميشن اللي حصلت في الالاستيك 20 سنتي. قلت لكم طب قيمة الاسترين ايه؟ افتكر دلوقتي ان ابراهيم اللي جاوب على السؤال ده قال لي 20 اللي هي الديفورميشن على الطول الاصلي اللي هو 10، يبقى الاسترين 2. خد بالك 2 مش 0.2، لا ده 2، ده رقم ضخم جدا 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 جدا. طب انا هسأل بقى السؤال ده دلوقتي، تفتكر
بلاستيك حصل فيه سترين كبير قوي كده. او مسطرة بلاستيك وشدتها بنفس قيمة الاسترس مش هيتولد فيها الديفورميشن 20 سنتي ولا اللارج سترين اللي هو اتفقنا ده نوعه ايه من الاسترين ده. نقدر نسمي الاسترين ده ايه اللي حصل في الالاستيك، الاسترين ده اسمه ايه؟ خد بالك الاسئلة بتاعتي دي في منتهى الاهمية، انا بضبط المصطلحات عندك. الاسترين اللي بيحصل في الالاستيك ده اسمه ايه؟ instantaneous shrinkage. Instantaneous strain, initial strain, elastic strain. برافو إبرام. طيب لو أنا مسكت مسطرة أو بار أو أي حاجة وشدتها بنفس قوة إيديا اللي هي عملت في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الإلاستيك، Instantaneous strain 2. ليه الإلاستيك بيحصل فيه strain 2 رغم إن بقية الماتيريالز السترينز اللي فيها تبقى O point O O O حاجات يعني لا تذكر؟ ليه السر ده؟ السؤال اللي انا اجلته من المحاضره اللي فاتت، سؤال مهم قوي، ممكن ما مش هسالك فيه في الامتحان، انما السؤال ده يربط لك دماغك، يوضح لك المفاهيم اللي انت بتسمعها في سبجكتس اخرى، في خرسانه، في ستراكشر، في كده، وما بتبقاش يعني مرابط الامور ببعضها. اتفضل ابرام كان رافع ايده وبعدين يا عيني النت فصل عنده. حد يعرف يجاوب على السؤال ده؟ ليه السترينز في الالاستيك كانت كبيرة قوي كده؟ اتنين الموضوع ممكن يكون ليه علاقة بالرجيديتي يا دكتور؟ بالايه؟ الرجيديتي. صح، كويس. اجابة، كمل اجابة يا احمد، مالها بقى، ايه علاقتها بالرجيديتي؟ هو يعني علشان المفروض حضرتك لسه قايل من شويه ان الخرسانه في حاله الفريش كونكريت يعني المفروض الرجيديتي بتاعتها يعني مش بتبقى موجوده اساسا. زيرو. اه فبالتالي يعني ستريسز. بيبقى انا بشكرك على الديسكشن ده. انت بص ربطت ما بين، انا كانت الخرسانه كنت بسال على السترينز، فانت قلت السترينز رغم ان هي كبيره قوي في الخرسانه الفريش الا ان الاف بزيرو لان الاي بزيرو. انا السؤال بتاعي دلوقتي عكس بتاع الخرسانه خالص، ليه الاسترس الصغير اللي انا ماسك الالاستيك وبشده بايديا ده استرس صغير خالص بايديا كده، ليه الاسترينز اللي اتكونت فيه كبيره قوي؟ فانت قلت ليه علاقه بالرجيديتي، قلت لك صح، كمل الاجابه. حد يعرف يكمل الاجابه او احمد يكمل الاجابه؟ ليه السترينز دي كبيره قوي؟ اشمعنى الالاستيك لما بشده بسترس صغير بيحصل له ديفورميشن كبيره جدا مقارنه بالحديد، بالخشب، باي حاجه تانية؟ ها؟ علشان الالاستيستي بتاعته عالية؟ العكس تماما يا إبرام، عشان الإي بتاعته صغيرة جدا جدا جدا. ما هو أنا الاسترينز بتساوي إيه؟ الاسترينز إبسلون بيساوي إيه؟ حد يقول لي كده إبسلون بتساوي إيه من المعادلة دي؟ إبسلون بتساوي إيه؟ استرس على الاسترين. إف لا، الإبسلون، إبسلون ده هي الاسترين. إبسلون بتساوي إيه بقى؟ الفورس على الاريا، الاسترس على الاريا. مش انا المعادله دي معادله ستريس مش فورس. الاف دي اف سمول ستريس. انا كويس بستغل اجابتك ان انا ادوس على المعلومه. اف دي ستريس مش فورس، مش فورس. ماشي، يبقى كلامك مظبوط. انت قلت بس فورس على الاريا. لا استنى، ده انا في الاول افتكرت ان انت قلت الاجابه صح بس غلطت في الاف، قلت عليها فورس بدل ستريس. لا، ده انت جاوبت اجابه في سكه تانية خالص، انت قلت فورس على الاريا. ما هي الفورس على الاريا دي يا باشمهندس ابرام هي دي الاف، اف سمول، ودي اللي سميها ستريس. سؤالي دلوقتي، ليه رغم ان الاستريس ده قليل جدا الابسلون كبيره قوي؟
في ماده الالاستيك. يلا ماريا كده ما تتكسفيش، منتظر اجابه حلوه كده. مجدي حد يجاوب ليه الاسترينز كبيره قوي رغم ان الاسترس اللي انا باثر بيه صغير جدا على الالاستيك. احمد حسام بصراحه يعني شجعكم واداكم مفتاح الاجابه، قال لكم ده شيء مرتبط بالريجيديتي. مش عارف، خايف تكون الناس فتحت المحاضره وبعدين دخلت نامت على السن، انا بقى شايف ان هم حاضرين. ماشي، على اي الاحوال يعني احنا بنقول ابسلون اللي هي السترين بيساوي اف على اي يا ابرام، مش إيه، مش الفورس على الاريا، من المعادله بتاعت اي بيساوي اف على ابسلون، يبقى الابسلون بتساوي اف على اي. يبقى عشان قليله قوي، الاي بتاعته صغيره جدا 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 مقارنه بالمواد الريجيد زي الخرسانه والحديد والبلاستيك وكل الماتيريالز والخشب. يبقى السترينز كبيره عشان الاي بتاعت الماده الالاستيك قليله قوي قوي قوي. ماشي، هل الاجابه وصلت ولا مش واضحه؟ لو تحب اوضحها تاني حد يطلب، بس ما الاجابه بتاعتي يعني كانت واضحه. لو ينفع حضرتك إيه؟ تعيد الاجابه تاني، لو ينفع حضرتك تعيد الاجابه تاني. انت قلت يا احمد ان الموضوع مرتبط بريجيديتي، وانا بعبر بريجيديتي يعني ايه ريجيديتي؟ يعني ايه ريجيديتي؟ يعني لما اجي اقول لك ايه ده البني ادم ده ريجيد كده، يعني تزقه ما يتحركش، وفي بني ادم تاني كده رفيع خالص يا عيني الهوا يزقه، فبنقول الاولاني ريجيد. الريجيد بتاعه الخرسانه يعني اكتر عنصرين هم في الحقيقه في عنصر ثالث مرتبط بابعاد العنصر الخرساني، انما العنصرين اللي بيعبروا جدا عن الريجيدتي، امتى اقول الكاميرا ريجيد او العمود ريجيد او لا، في حاجتين، المص فلاستيسي اللي هو الاي، والانيرشيا بتاعه العنصر الخرسان اللي هي الاي، يعني الاي في الاي. واقول لك برضو العنصر الثالث بقى بالمره اللي هو طول العنصر، يعني اي اي على ال، ده الريجيديتي. بص بقى انا بقول هنا اهو، يلا خلوها بقى ايه دي تبقى معلومه جميله، وطالما احنا مسجلين يبقى نسجل المعلومه الجميله دي للناس كلها. اي اي على ال دي الريجيديتي بتاعت اي عنصر خرساني في الدنيا، بلاطه، كاميرا، عمود، الريجيديتي بتاعتها اي اي على ال. الاي ما هي الاي؟ هي بارامتر بيعبر عن الاستيفنس. قلنا الاستيفنس اللي هي مدى مقاومه الماده للتغير في الشكل، ده اللي انت خدته في اعدادي وفي السنه اللي فاتت وفي الترم اللي فات، وخدتها في الاستراكشر وخدتها في الخرسانه. الاي هي الاستيف، هي معبره عن الاستيفنس بتاعت الخرسانه. طب والاي ده المومنت اوف انيرشيا، والال ده طول العنصر الخرساني. يبقى لو انا عندي عمود طوله 3 متر والقطاع بتاعه 30 في 60 والاي بتاعته معلومه، الاي بتاعته معلومه وليكن 30 جيجا باسكال، الخرسانه بتاعت العمود ده 30 جيجا باسكال، يبقى لو قلت لك احسب لي لو سمحت الريجيديتي بتاعت العمود، هتقول لي 30 جيجا باسكال في الاي. الاي بقى بتبقى كام؟ اذا قلت لك القطاع 30 في 60 يبقى تقول لي 30، معلش بقى دي هتاخد وقت، في 60. فاكرين احنا الانيرشا بتساوي ايه؟ 30 في 60 تكعيب على 12، ده الاي بتاعه العمود ال 30 في 60.
يبقى طبعا انت انا كاتب هنا بدون وحدات، انت هتوحد الوحدات كلها، يعني هتحط هنا جيجا باسكال، يعني معناها انت مستخدم المليمتر، يبقى انت هنا هتبقى 300 ملي في 600 ملي تكعيب على 12. دي الاي، كل ده بقسمه على ارتفاع العمود، وليكن ارتفاع العمود 3 متر، اللي هي لو بالارض هتخلي الوحدات بتاعتك بالملي هتبقى 3000 ملي. المهم توحد الوحدات. ادي الريجيدتي بتاعت العمود، ادي الريجيدتي بتاعت العمود. لما اقارن الريجيدتي بتاعت العمود ده بعمود تاني للخرسانه بتاعته اللي هي نفس الاي، بس الاي بتاعته مثلا او العمود ده قطاعه 30 في 80، يبقى تقول لي الاي 30 في 80 تكعيب على 12. طب طول العمود الثاني 2 متر، هتلاقي هنا الريجيدتي بتاعت العمود الثاني ده اكبر بكتير من العمود الاولاني، يبقى لو تعرض لاي فورسز الديفورميشن فيه هتبقى قليله جدا جدا. الريجيدتي هي حاجه معبره عن مقاومه الماده للسترينز للديفورميشن. يبقى ارجع تاني بقى للسؤال اللي احنا قلناه، اللي احمد قال السترينز في الالاستيك كبيره عشان دي مرتبطه بالريجيدتي. ايوه، لان الريجيدتي بتاعت الالاستيك قليله جدا جدا جدا. ليه الريجيدتي بتاعت الالاستيك قليله؟ لان الاي بتاعت ماده الالاستيك اللي هي كانت في الخرسانه 30 جيجا باسكال، الاي بتاعت ماده الالاستيك صغيره جدا 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 جدا، وبالتبعيه ده اللي خلاني اقول ان الابسلون بتاعه الالاستيك اهي الابسلون اللي بتولد في ماده الالاستيك، ابسلون بتساوي الاستريس على المودس بلاستيسي او الاستيفنس. فدي المعادله اللي بنحسب منها الاسترينز والمودس بلاستيسي. فالابسلون كبيره جدا في الالاستيك لان ماده الالاستيك اللي بتاعتها قليله قوي 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 قوي. ده اجابه السؤال، ويعني كنت بتعشم ان الكل يبقى عارف الاجابه السهله دي ويجاوب عليها. ماشي، اوكي. اذا ده اللي كنا بنناقشه وعمالين بندوس على حته الديفورميشنز والسترينز اللي بتتكون اول باول. الاوتوجينيا شرينكج جوت اللي هو بتاع محاضره النهارده ده سترينز في الحقيقه زي ما قلنا اوتوجينيس يعني ذاتي او داخلي. فاوتوجينيا شرينكج اذا هو انكماش ذاتي، يبقى ده انكماش مختلف عن الانكماش احنا اتكلمنا عنه بتاع المحاضره اللي فاتت اللي هو البلاستيك شرينكج او انكماش اللدن اللي بيحصل في الخرسانه البلاستيك او اللدنه. فده اوتوجينيس شرينكج، يعني ده شرينكج ثاني خالص اسمه ذاتي، لانه بيحصل نتيجه فقد الميه من جوه الخرسانه لجوه الخرسانه. وده بيحصل امتى بقى؟ اذا كان البلاستيك شرينكج بيحصل في الخرسانه وهي فريش، فالاوتوجينيس شرينكج بيحصل في الخرسانه من اول ما الاسمنت يبدا يتفاعل مع الميه ويستمر كذا ساعه طوال مدة تفاعل الأسمنت مع المية. إذا هذا الأوتوجينيس شرينكج إمتى بيحصل؟ ده بيحصل في خلال المرحلة ما بين البلاستيك كونكريت والهاردن كونكريت، بيحصل في الاثنين ولا يمكن منعه. هيحصل لأن ده فقد ذاتي من جوه الخرسانة. ثم المحاضرة الثانية بتتكلم عن أعظم او اهم فوليوم تشينج في السمستر ده، مع فوليوم تشينج اخر هنتكلم عنه في الاخر اللي هو الكريب. فالكريب والدراينج شرينكج هم دول اهم تو فوليوم تشينجز بنتكلم عنهم بالتفصيل في المحاضرات، وبنشرح الميكانيزم بتاعهم وبنشوف الفاليوز بتاعتهم بتحصل ازاي، والريت بتاعهم مع الزمن بيبقى شكله ايه، وازاي نتحكم فيهم، وايه العوامل بتاثر عليهم. كل ده موجود في المحاضره الثانيه بتاعت النهارده والمحاضره الرابعه. فالدراينج شرينكج، الله، ده نوع جديد من الشرينكج. ايوه، هو نوع جديد من الشرينكج بس اسمه دراينج شرينكج، يعني انكماش الجفاف. يبقى ده يختلف عن البلاستيك شرينكج ويختلف عن الاوتوجينيس شرينكج. ده دراينج شرينكج او انكماش جفاف. يعني ايه انكماش جفاف ده؟ ده اللي انا اديت بقى عليه مثال المحاضره اللي فاتت، ان العمود اللي فيه مويشر كونتنت جواه اول ما الهواء اللي حوالين العمود
تبقى رطوبته قليله، فالميه تخرج من جوه العمود لبره، وبالتبعيه العمود يحصل له شرينكج. هذا الشرينكج نشاور عليه ونقول عليه نوع طبعا الدراينج شرينكج، ما بتبقى ال 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 كونكريت. لا، دي المويشر كونكريت اللي جوه الخرسانه لما تكون موجوده في ان ساتوريتد اير. طبعا اللي يهمنا بقى فيه، طبعا هتسمع الكلام النظري اللي موجود فيه، انما اللي يهمني جدا جدا في الفوليوم تشينج ده او في السترين ده، النوع ده من السترين، هو الميكانيزم بتاع حدوثه اللي بنعبر عنه بالكيرف ده. وشفنا الكيرف ده بيقول يعني ده علاقه ما بين العمر او التايم بالدايز والسترين او الدراينج شرينكج على محور واي اهو. يعني محور واي هتلاقيني كاتب عليه نيجاتيف سترين. الله، هو انا ما كتبتش عليه دراينج شرينكج ليه؟ ما هو دراينج شرينكج هو سترين، هو فوليوم تشينج او هو سترين. وعشان الدراينج شرينكج بيبقى سترين بالنيجاتيف، يعني طول الاليمنت بيقصر، فانا عشان كده على محور واي كاتب نيجاتيف سترين. وخد بالك مضروب في مليون في 10 اس 6 10 تو ذا باور اوف 6، لان القيم بتاعته بتبقى صغيره جدا جدا جدا. فعشان بس نبينه على الكيرف، ضربنا الفاليوز بتاعته في مليون. بس انت لما تيجي تجيب اي فاليو من الكيرف يبقى لازم تقسمها على مليون، لان الفاليوز اللي موجوده قدامك دي على محور واي كلها دي مش فاليو مش فاليوز حقيقيه، دي مضروبه في مليون، يبقى هتقسم اي حاجه فيهم على مليون. فقلنا الكيرف ده والميكانيزم بتاع حدوثه، لو خدته من اول عمر زيرو من تايم زيرو داي لغايه 50 داي، ابص الاقي الدراينج شرينكج بيحصل بميكانيزم معين. ايه هو الميكانيزم معين؟ الاول انا سالت سؤال في المحاضره اللي معاك المتسجله، ومش عارف في حد هيكون خد باله من الاجابه ولا لا. هو التايم زيرو هنا، انا دلوقتي لازم راسم بقول الدراينج شرينكج بيحصل ازاي. فالتايم زيرو هنا بيمثل ايه؟ قلت في المحاضره المسجله ان هو مش بدايه الصبه او بدايه ان هو فريش كونكريت، هو بدايه زمن ان هو يحصل له دراينج. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. يبقى الايدج زيرو هنا هو مش 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 عمر الخرسانه زيرو يعني لسه مظبوطه، لا ده بدايه الزمن اللي انا هسمح فيه بدراينج شرينكج. يعني دراينج شرينكج ده انت بعد ما صبيت البلاطه، طول ما انت عمال ترش ميه على البلاطه كل يوم بعد ما صبتها، وقعدت لمده شهرين ثلاثه مثلا بدي مثال يعني ترش ميه. طب وحتى بعد ما وقفت الرش، الميه اللي جوه الخرسانه دي اللي الخرسانه موجوده جواها ما زالت اكبر من الريليتيف هيوميديتي او الجو اللي حوالين الخرسانه كانت جو رطب جدا، زي اليومين دول كده ما الرطوبه الجويه عاليه قوي. فلما الرطوبه الجويه تبقى عاليه فالميه ممكن ما تخرجش من الخرسانه، يبقى مش هيحصل دراينج شرينكج. يبقى هذا الدراينج شرينكج مش هيحصل الا لما الظروف تبقى مساعده ان هو يحصل، ان هو يحصل ويزدرول للميه من جوه الخرسانه وتخرج لبره. فالتايم زيرو هنا هو اللي بيمثل العمر اللي بيبدا يحصل عنده دراينج شرينكج. وانس ان هو بدا يحصل دراينج شرينكج وانا سمحت باستمرار هذه الظروف المساعده على حدوث الدراينج شرينكج، الاقي دراينج شرينكج بيحصل طبقا للكيرف من 0 لغايه 50. والكيرف من 0 لغايه 50 بيقول حاجتين. رقم واحد بيقول ان الدراينج شرينكج دايركتلي بروبورشن مع الزمن، كل ما الزمن بيزيد الدراينج شرينكج بيزيد، وتلاقي مثلا اقصى قيمه عندك فوق اهي مثلا 700 مايكرون ولا حاجه، يعني اعلى قيمه هنا اهي القيمه دي اللي عند السهم اللي بيتحرك ده حوالي تقريبا 700 ولا حاجه، 700 مايكرون. انا قلت 700 مايكرون ليه؟ لان الفاليو هنا 700 وهي اساسا 700 على مليون، فتبقى اسمها 700 مايكرون. طيب دي اول قراءه ان هو دايركتلي بروبورشن. القراءه الثانيه ايه؟ ودي قراءه ثابته ليكوا اي كيرف بالشكل ده حضراتكم تاخدوا
نفس الكونكلوجن دوت. ايه الكونكلوجن دي؟ بتقول ان معدل حدوث الدراينج شرينكج بيقل مع زياده الزمن. احنا قلنا الدراينج شرينكج بيزيد مع الزمن، انما معدل حدوثه بيقل مع الزمن. يعني ايه؟ يعني لو انا جيت في العشر ايام الاوانيين ابص الاقي عند 10 ايام اهي كانت قيمه الدراينج شرينكج 400، طب خد كده عند 20 يوم الاقي قيمه الدراينج شرينكج 500 مثلا. 500 ايه ده؟ يعني ال 10 ايام الاوانيين حصل فيهم 400 مايكرون، طب وال 10 ايام التانيين حصل فيهم قد ايه؟ 10 مايكرون 100 مايكرون بس. يبقى 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 معدل حدوث الدراينج المعدل بتاعه بيقل كل ما العمر يزيد، وده واضح من شكل الكيرف، وده بنجيبه من ان التانجنت للمنحنى كل ما العمر يزيد الاقي التانجنت الميل بتاعه بيقل، لدرجه ان انا عند 50 يوم ابص الاقي التانجنت بقى هوريزونتال، وبالتالي معدل حدوث الدراينج شرينكج عند عمر 50 يوم زيرو. مفيش يعني لو انا سبت الظروف دي مساعده على حدوث الدراينج شرينكج وبعد ال 50 يوم فضلت ماشي وعمر الخرسانه بقى 60 70 80 ألف يوم هلاقي الكيرف يمشي هوريزونتال، وبالتالي مفيش دراينج شرينكج اكتر من ال 700 مايكرون دول. يبقى الكيرف المنقط ده اللي هو استكمال الكيرف الابتدائي ده بيمثل الدراينج شرينكج ميكانيزم او المعدل بتاع حدوثه اذا انت كنت في ظروف متاحه لاستمرار حدوث الدراينج شرينكج. فبلاقي الدراينج شرينكج بيقف عند اولموست عمر 50 يوم. طبعا الكيرف ده انا قايل ومكرر ان هو تيبيكال كيرف. يعني ايه تيبيكال كيرف؟ يعني الكيرف ده ثابت لجميع الخرسانات اللي في الدنيا، بس الفاليوز بتاعته بتتغير بقى من خرسانه لاخرى على حسب محتوى الاسمنت، نوع الاجريجيت اللي فيها، مقاومه الضغط بتاعتها. فممكن ابص ال 50 يوم دي بقت في خرسانه مثلا ثانيه 40 يوم، خرسانه ثالثه بقت 100 يوم وهكذا. انما تيبيكال كيرف معناه ان الكيرف واخد الشكل دوت دائما. طيب قلنا برضو في الكيرف وشرحنا وخدنا ديتيلز فيه في الكيرف ده، ان انا لو انا جيت عند ال 50 يوم دول عملت اديت ميه للخرسانه بحيث سمحت لدخول الميه جوه العنصر الخرساني اللي الكيرف ده بتاعه مرسوم. فاول ما انا ادي ميه او اعمل عمليه ريويتنج للخرسانه، هبص الاقي العمود الخرساني او الامت الخرساني يطول. هو في الحقيقه انا ما بقولش بقى ان بيحصل له اكسبانشن، لا ده هو اوريدي كان حاصل فيه نقص في الطول او حاصل فيه نيجاتيف سترين 700 مايكرون. لما انا اعمل ريويتنج للعمود ده هو يحصل له استعاده جزء من ال 700 مايكرون دول، بحيث عند عمر 80 يوم في التيبيكال كيرف ده ابص الاقي ان السترين اللي حاصل فيه عند عمر 80 يوم حوالي 400. اذا ما زال العمود اسران بما وفي قيمه سترين 400 مايكرون. اذا هنا لما بعمل ريويتنج او بدي ميه العمود مش بيتمد التاني، لا ده بيستعيد جزء من الدراينج شرينكج اللي كان حاصل فيه. فبنسمي الجزء اللي تم استعادته ده ريفرسيبل شرينكج، والجزء الذي لم يتم استعادته اسمه الريفرسيبل شرينكج. والنسب بتاعته زي ما هي تقريبا بالمنظر ده، اذا كان ده 300 يبقى ده 400، اذا كان التوتال سترين 700. الكيرف ده مهم جدا، ودايما مثلا اقول لك ارسم الكيرف لو انا مثلا حصل ارسم لي تيبيكال كيرف لو حصل دراينج شرينكج مستمر لغايه عمر سنه، فانا بقول لك لغايه عمر سنه، فارسم الكيرف. ترسم الكيرف ازاي؟ تقول لي والله بسيطه، انت عاوز ارسم الكيرف بتاع الدراينج شرينكج لعمر سنه، اذا كانت الظروف متاحه للدراينج شرينكج لغايه السنه دي تروح راسم كده كيرف ومستمر هوريزونتال لغايه وانير، خلاص ده الكيرف. انما هاجي عنده اي عمر معين اقول لك حصل ريويتنج، تقول لي يبقى هيحصل فقد لجزء من السترين، وهذا الفقد بياخد تقريبا 30 يوم. زي ما الماكسيمم دراينج شرينكج بياخد 50 يوم از تيبيكال فاليو، الماكسيمم
ريدكشن او الريفرسبل سترين بيتم استرجاعه في الكيرف زي ما شفنا في خلال 30 يوم. طب لو انا جيت عند ال 80 يوم دي قلت لك خلاص، طب انا هرجع اعمل دراينج تاني، تقول لي يبقى هيسترجع الجزء اللي فقده في 30 يوم برضو ويوصل لل 700 تاني. اذا القيمه دي اللي هي الريفرسبل سترين بتروح وتيجي مع الظروف اللي انت بتسمح بحدوثها للخرسانه. بقى الكلام اللي انا قلته ده كله موجود في باراجرافات في بتاع، وده شكل الكراكس بتاعته، والكراكس بتبقى يعني دقيقه جدا او فاين ومتشعبه ومتوصله ببعضها، بعكس البلاستيك شرينكج كراكس بتاعت المحاضره اللي فاتت قلنا بتبقى ايه اسمها ديسكريت كراكس، عريضة ضحلة مش متوصلة ببعضها. أما هنا في الدراينج شرينكج كراكس لو حصلت، ما هو الدراينج شرينكج هيولد ستريسز، والستريسز اللي بتولد من الدراينج شرينكج من الممكن أنها تسبب كراكينج. فلما يحصل كراكينج بتبقى كراكينج رسمة خريطة على السطح وبتبقى كراكس متصلة. وفي الحقيقة هي دي دايما بتبقى الكراكس اللي بتسبب المشاكل، لو حد في الشقة بتاعته مش قافل البلاط وعامل كويس الجرانيت اللي بيحطه في الأرض، المية لما بتعدي من الدور اللي فوق للجيران اللي تحتيهم بيكون المسار بتاعها هو من خلال الدراينج شرينكج كراكس. يعني هي دي دايما الكراكس اللي بتسبب المشكلة دي. يعني الصفحة دي يعني هي صفحة أنا مش يعني شارحها في المحاضرة لأن هي إلى حد ما محتاجة تركيز، فأتمنى أن أنتوا تسمعوها، بوري لك تسمعوها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بوري لك ليه الجل الخرساني بيبقى فيه كراكس رفيعة قوي وكتيرة قوي، والبورز ما بين الجل لايرز اللي بتطلع بتبقى سمكها almost zero. انا عشان من السلايد دي بوريك ان شكل الخرسانة من جوه يبقى هو الشكل اللي قدامك ده. يعني الصفحة اللي انا كنت بتكلم فيها على الجل وازاي ان specific surface area بتاعت الجل عالية جدا وبالتبعية سمك الجل لاير، الجل لاير هي اللي ظاهرة قدامك دي، بس النقط المدورة الصغيرة دي، الدوائر الصغيرة دي المية اللي في الجل لاير. لما انا بتكلم على الجل لاير هي المستقيمات او الاليمنتس او الصفحات اللي ليها سمك صغير جدا اللي هو ما بين اي خطين مرسومين. فطبعا الجل لاير بتبقى عشوائية بالمنظر اللي قدامك ده، وده شكل المية الملتصقه بالجيل لاير او اللي موجوده جوه الجيل بادي او جوه جسم العمود الخرساني. وقلنا ان الميه ثلاث انواع، في ميه داخله في جسم الجيل لاير نفسها. يعني لو تخيلت ان دي الجيل لاير اللي انا مشاور عليها دي، الدوائر دي الثلاث دوائر دول اللي هم مكونين اساسا، هو جسم الجيل ده متكون من ايه؟ جسم الجيل متكون من ايه؟ يا سلام لو في حد فيكم عارف يجاوب السؤال ده. هو جسم الجل الصلب القوي ده اللي هو اللون الرمادي، اللي لما انا باجي اكسر عمود بلاقي اللون الرمادي بيتكسر بالعافيه. فاحنا اتفقنا ان ده ما بيبقاش سوليد بادي، ده بيبقى عباره عن جل لايرز لونها رمادي كده طالع بعضها، هي عباره عن الجل الاسمنتي. فحد يقول لي ايه تركيب الجل الاسمنتي ده؟ يعني ايه الماده اللي هو متكون منها؟ سلام لو حد فيكم عارف يجاوب السؤال ده. الجيل بادي ده اعتقد بشكل اساسي بيكون متكون من اسمنت وميه، صح؟ اسمنت وميه، بس تحديدا اي، صح، برافو عليك. يعني انا اقدر اقول الاجابه سليمه وان كنت اطمع في دقه اكتر، الجيل ده اللي هو القوي قوي ده لو تفتكر السمستر اللي فات هو بيتكون من مركب من الاسمنت اللي هو C2S و C3S. لما C2S و C3S بيتفاعلوا مع المية بيطلعوا جل،
وماده كده غير الجل اسمها سي اتش بتبقى مدفونه جوه جسم الجل يعني. واحنا بنسمي ده غير ان المركب الثالث والرابع السي 3 اي والسي 4 اي في المركب الثالث والرابع يعني برضه لما بيتفاعلوا مع الميه بيطلعوا مركب ثاني او ثالث يعني اسمه اي اف ام، وبالتالي جسم الخرسانه بيبقى فيه مركب هو ده التارجت بتاعنا، هو ده اللي احنا عاوزينه اللي هو اسمه الجل، وده بينتج من تفاعلات جزء من الاسمنت اللي هو السي 2 اس والسي 3 اس اللي هم الاف ام. واحنا حتى لما بنيجي نسمي الجل بالمادتين دول ساعات بنسميهم على بعض كده تجاوزا بنسميه جل وخلاص، بس احنا بقى عارفين ان هو 80% منه جل وفي 20% مواد ما لهاش مش جل يعني وضعيفه ومش حلوه اللي هي السي اتش والاف ام. اذا الجل ده زي ما زميلكم جاوب كده هو عباره عن في ميه، يعني جزيئات الميه دي هي جزء من الجسم الصلب ده، وهنا بس مش ميه ليكويد، دي ميه ريجيد. لما الميه اتفاعلت مع السي 2 اس طلعت الجل ده، ولا بقى السي 2 اس سي 2 اس ولا الميه بقت ميه، الاثنين مع بعض بقوا جسم صلب اللي هو اسمه الجل. اذا ده اول نوع من الميه اللي هي الميه اللي بنسميها كومبايند ووتر او انتر لاير ووتر، اللي هي الميه الداخليه اللي جوه الجسم الجل نفسه. ثم نوع تاني من المية اللي هو اول جزيئات تلتصق بالجلير من بره، ودي سميناها adhered water او adsorbed water. على فكرة المية الاولانية دي انا قلت لك ممكن نسميها combined water، ممكن نسميها interlayer water، ممكن نسميها تجاوزا absorbed water. absorbed يعني ميه داخليه ممتصه جوه جسم الجل، وكمان هي مش ليكويد ده في شكل صلب شكل سوليد، اذا اسميها absorbed. اما الميه اللي لاصقه على جسم الجل من بره ده اقدر اسميها adsorbed. adsorbed يعني حرف الدي لما بقينا كلمه adsorbed يعني خارجي، يعني مش الabsorbed يعني داخلي، adsorbed يعني من بره. فده النوع الثاني من الميه اللي بنسميه adsorbed. اي جزء ميه زياده عن الadsorbed ده بيبقى موجود في الفراغ الكبير بتاع الخرسانه ده، وبنسميه كابلري ووتر او فري ووتر، يعني ميه كده بقى حره موجوده في الفراغ اللي ما بين الجيل لايرز ومش لاصقه او مش ملامسه خالص للجيل لاير. وقلنا ان في المحاضره مكتوب ان الدراينج شرينكج بيحصل يعني اول ما تمسك الجسم الخرساني اللي قدامك في الصوره ده وتعرضه للجفاف، اول ما تطلع منه الفري ووتر اللي هي الكابلري ووتر دي تروح طالعه. طب هل لما طلعت كل الكابلري ووتر هل يحصل شرينكج للجزء الخرساني اللي قدامك ده؟ يعني هل الجيل لاير تنكمش ولا لا؟ لا مش هتنكمش. ليه؟ لان طول ما الادزوربد ووتر اللي هي اول ووتر لاير ملامسه للجل ملامساه يعني ما زالت موجوده، يبقى الجل لاير مبتله، يبقى مش هتنكمش. يبقى طول ما الكابلري ووتر او الفري ووتر بتخرج هتلاقي جسم الخرسانه ثابت، ما بيحصلش فيه اي دراين شرينكج. الدراين شرينكج يحصل من اول ما ابدا افقد الادزوربد ووتر او الميه السطحيه، يبقى تقعد الجل لاير بقى كل ما تنشف كل ما تنكمش لحد ما كل الادزوربد ووتر تطلع، فيقف خالص الدراينج شرينكج، وهو ده اللي هو في الكيرف اللي كانوا اللي هم ال 700 مايكرون. اذا ال 700 مايكرون دول كلهم بيحصلوا نتيجه فقد الادزوربد ووتر. والكلام ده عبرنا عنه بكيرفين مهمين قوي في نهايه الموضوع بتاع الدراينج شرينكج. والكيرف اللي في اليمين ده والكيرف اللي في الشمال ده، نقرا الكيرف اللي في الشمال الاول. بنقول ان ده ريليتيف هيوميديتي قدام اللوس اوف ووتر اللي جوه الخرسانه، ولما كانت الريليتيف هيوميديتي 100% يعني الجو الرطوبه اللي فيه 100% يبقى هل هيحصل لوس اوف ووتر من جوه الخرسانه؟ يعني لو الهواء اللي حوالين العمود الخرساني نسبه رطوبته 100% هل هيحصل فقد في الماء من العمود ولا لا؟
فقد في المويشر كونتنت، يعني العمود جواه مويشر كونتنت. طب لما الهواء المحيط بالعمود يبقى ريليتيف هيوميديتي بتاعته 100%. المايه اللي جوه العمود هتطلع؟ مش هتطلع خالص. تطلع ازاي اذا كان الرطوبه اللي في الهواء اعلى من الرطوبه اللي جوه الخرسانه؟ ده ممكن يحصل دخول للميه لو الرطوبه اللي جوه العمود اقل من 100%، انما هو طول ما الهواء 100% فاللوس اوف ووتر زيرو. وبيبقى انا عند النقطه ايه في الكيرف الثاني ده اللي هو على الشمال ده، بكون عند النقطه ايه؟ اول ما الرطوبه الجويه تنقص وليكن حته صغيره خالص، توصل مثلا 98 ولا 99%، الاقي حصل فقد في الرطوبه كبير جدا اللي هو اوصل لنقطه بي. فبص الفقد في الرطوبه حوالي تقريبا 30% ولا 35%، وهذا الفقد من الرطوبه هو فقد للفري ووتر او الكابلري ووتر. يعني بص مجرد نقص في ريلاتيف هيوميديتي 1% خلى الكابلري ووتر كلها تطلع. ثم من اول بقى الفقد في الرطوبه من 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 تحت ال 99% او ال 98% يحصل بقى الفقد في الرطوبه، يبقى تدريجي، ما يبقاش كده شارب لوس اوف ووتر، بيبقى فقد تدريجي ولغايه لما اوصل لنقطه سي عند تقريبا ريليتيف هيوميديتي 30% ولا حاجه، واللوس اوف ووتر من النقطه بي للنقطه سي هو ده الادزوربد ووتر، الميه السطحيه، وهو ده اللي بيقابله حدوث الدراينج شينكج 700 مايكرون. طبعا لو قللت الريليتيف هيوميديتي ل 20 وال 10 وال 0% مفيش لوس اوف ووتر. هو فاضل ايه لما انا فقدت الفري ووتر وفقدت الادزوربد ووتر؟ المايه اللي لسه موجوده جوه الخرسانه هي المايه الكومبايند اللي موجوده جوه الجلاير نفسها، ودي لا يمكن فقدها بتجفيف الخرسانه دي، عشان كده الكيرف يمشي افقي لغايه زيرو. امتى يحصل فقد للكومبايند ووتر دي؟ لو الخرسانه تعرضت لحريق ودرجه حراره اعلى من 180، فيبدا الجلير يتحلل، ولما الجل ده لما يتحلل يرجع لوضعه الاصلي اللي هو اسمنت وميه. فبص الاقي الخرسانه تبقى باودر، والميه اللي جواها اللي كانت سوليد ماتيريال اصبحت ليكويد ماتيريال، ويتم فقدها واوصل للنقطه دي اللي هي تمثل 100% فقد. وبناخد الكيرف ده وبنستنتج منه الكيرف اللي على اليمين اللي هو علاقه ما بين اللوس اوف ووتر اللي على محور واي دوت، خدته هنا على محور اكس ورسمت المقابل ليه الشرينكج اللي بيحصل، وقلنا ما بين لوس اوف ووتر اي الى بي مفيش شرينكج خالص، الشرينكج بيبقى قليل جدا نتيجه ان الميه المفقوده من ال بي هي الفري ووتر. اما لما من اول نقطه بي لغايه نقطه سي هو ده قيمه الشرينكج اللي بيحصل اللي هو ال 700 مايكرون اللي عندي. ده كان الموضوع بتاع الدراينج شرينكج، وقلنا ازاي نقلله وازاي نمنعه، وبنعمل جوينتس، بنحط كونتراكشن جوينتس او فواصل في البلاطات المعرضه ل دراينج شرينكج، ودي اللي انت بتشوفها في الكليه عندنا عند المدرجات اللي هم صابين الارضيات الخرسانيه ترابيع كده 4 في 4 5 في 5 3 في 3، يعني بلاطات مفصوله عن بعضها دي عشان خاطر اسمح لها. دي بنسميها الجوينتس اللي ما بين البلاطات دي بنسميها كونتراكشن جوينت، وان كان بنعمل برضو مستقبلا هنبقى نعرف ان كمان لازم البلاطات المعرضه ل الدراين شرينكج كمان لما بتكون متعرضه للشمس وفي احتماليه للاكسبانشن، فبعمل فيها نوع تاني من الجوينت اسمه اكسبانشن جوينت. فاللي انت بتشوفه عند المدرجات بتاعت الكليه المدرجات القديمه دي بتلاقي فجوات او جوينتس ما بين البلاطات، جزء من هذه الفجوات كونتراكشن جوينت او شرينكج جوينت، والجزء الاخر اكسبانشن جوينت. ثم نحينه ازاي؟ وبنعينه قلنا في طريقتين، يعني نقيس القيمه بتاعته يا اما نشوف الافكت بتاعه، وده المحتوى بتاع المحاضره الثانيه، وانا خدته معاكم بالتفصيل وبرده مشيت فيه جزئيه جزئيه. حضراتكم اللي حضرتوا معايا لما تسمعوا المحاضره اللي احنا عملناها ريكورد النهارده دي مع المحاضره الاوريدي، بس ما تلخبطش بقى نفسك، يعني سمي ديت بقى ايه، سميها ميتنج مثلا 2 عشان تبقى عندك في محاضرة اسمها فوليوم تشينج 2 الفيديو بتاعها ده هو ده المحاضرة الأصلية. ميتينج 2 تبقى المقابلة اللي عملناها ريليتد للفوليوم تشينج 2 أو للفايل الفيديو اللي اسمه فوليوم تشينج 2.
استفسارات من حضراتكم؟ طيب اي طلبات بعيدا عن الاستفسارات؟ تفضل يا احمد. لا تمام يا دكتور. طيب بشكركم جدا، معلش هستسمحكم برضو نستغل جزيره الاجازه دي. انا بس المشكله عشان الكليه عندي لما بروح الكليه النت بتاع الكليه دايما بيقطع وبتاع، فلما بيكون عندي محاضره اونلاين لازم اكون محبوس في البيت، وبالتبعيه استسمحكم بس ان نخلي المحاضره اللي جايه بدل الاثنين، لان برضو هو كنت اتكلمت انا والبشمهندس احمد امبارح الايام اللي جايه هنعمل ايه؟ هيبقى في محاضره يوم الاثنين ومحاضره يوم الخميس والاثنين اونلاين، وفي نفس اليوم انتوا عندكم سيكشن في الكليه بعد المحاضره، ويوم الخميس لاب في الكليه بعد المحاضره، فهتبقوا يعني مضطرين ان انتوا تستخدموا النت بقى بتاع الموبايل في الكليه او حاجه وتسمع المحاضره في الكليه، فهيبقى الموضوع صعب بالنسبه لك، وكمان المواعيد ممكن تتداخل لان احنا بنبدا محاضرتنا متاخر شويه عشان الناس تكون صحيت او حاجه. كل محاضره كده هنظبط ميعاد المحاضره اللي بعديها بحيث ما بقاش عامل لك ازمه في ميعاد السكشن. فاستسمحكم ان احنا المحاضره اللي جايه ما عندناش مشاكل خالص، الدنيا اجازه، نعملها يوم الاحد بدل الاثنين، يبقى يوم الاحد الساعه 11 ان شاء الله نعمل المحاضره الثالثه، وبرده مش هوصيكم تسمعوا الفيديو فوليوم تشينج 3 قبل المحاضره، يبقى ميعادنا ان شاء الله بقرره ثاني يوم الاحد الساعه 11. في اي استفسار او اي طلب؟ طيب بشكركم جدا واستاذنكم اقفل المحاضره، شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيبين. شكرا لحضرتك يا دكتور. عفوا.